هذا نموذج من الناس، هذا بشر من الناس، هذا واحد أحد بني آدم، وهذا ما واحد، يعني هذا نماذج. فهذا يعني الدرجة وهذا الحال ما يأتي هكذا، يأتي بعد إيش؟ بعد مجاهدة وبعد دعاء وبعد استمرار، ثم بعد ذلك تطمئن نفس الإنسان وتلقاها إيش؟ تسكن إلى ما يحبه الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد ربي كما تحب وترضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ولا يزال الحديث متواصلاً أو مستمراً حول قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس بن مالك من طريق الإمام جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وكنا تحدثنا نحن وإياكم عن الخصلتين الأوليين، وهما إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وبقيت الخصلة الثالثة وهي انتظار الصلاة بعد الصلاة، التي عقبها أو الرسول صلى الله عليه وسلم تلاها بقوله: فذلكم الرباط، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أن الوضوء المقصود هنا هو وضوء مطلق، يعني الوضوء الذي يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات لم يرد مقيداً بوضوء لفريضة مثلاً، لا، ورد الوضوء هكذا، قال: الوضوء على المكاره. فالوضوء الذي يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات هو أن يكون على المكاره، أن يكون الوضوء على المكاره، وبينت ذلك. ولا يشترط أن يكون وضوءاً لواجب كأن يكون لصلاة مفروضة، فظاهر الحديث لا يدل على ذلك. وإن كان أكثر ما يتوضأ المسلمون يتوضأون لأي شيء، لأداء الصلوات المفروضات أكثر الناس، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يقيد بهذا الوضوء أو بوضوء معين يكون للصلاة المفروضة، بل قال: الوضوء على المكاره، عليه أفضل الصلاة والسلام. ومررنا أيضاً على كثرة الخطى إلى المساجد، ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة واضح، ما المقصود بالصلاة هنا التي ينتظر الإنسان ما بعدها؟ المفروضة. أين انتظارها؟ في المساجد. مع أن الحديث لم يقل وانتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجد، ولا ورد في لفظ الحديث؟ ما ورد. فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم يعني أن الإنسان الذي كثرت خطاه إلى المساجد فدخل المسجد فإنه أو يعني ينتظر الصلاة الأخرى بعد أن صلى الأولى، صلى الفريضة الأولى فانتظر الصلاة الأخرى، هذا الظاهر. فالظاهر أن المقصود الشخص الذي يمكث في المسجد بعد أدائه الفريضة الأولى منتظراً لإيش؟ للفريضة التي بعدها. هذا ظاهر إيش؟ ظاهر النص هكذا، ظاهر الحديث هكذا. انتظار الصلاة بعد الصلاة أي انتظار الصلاة المفروضة في المسجد بعد الصلاة التي صلاها، ليس كذلك؟ هذا المتصور. طيب، قالوا يتصور ذلك في كل الصلوات، انتظار الصلاة بعد الصلاة. الصلوات المفروضة كم؟ 5 صلوات. فإذا صلى الفجر فانتظار الصلاة بعد الفجر يكون الصلاة إيش؟ الظهر. ما الوقت إيش؟
فإذا صلى الظهر انتظر إيش؟ العصر، هذا انتظار. فإذا صلى العصر انتظر، فإذا صلى المغرب كما الحال ما عليه أنتم الآن ينتظرون إيش؟ العشاء. فإذا صلى العشاء انتظر الفجر طويل، هذا الوقت طويل أطول من الوقت الأول وهو صلاة الظهر إلى صلاة الفجر إلى الظهر. الحقيقة ظاهر الحديث انتظار الصلاة بعد الصلاة، لكن المعهود عند الناس أن أكثر ما ينتظر الناس الصلاة بعد الصلاة يكون بين المغرب والعشاء، هكذا أكثر الناس هكذا، لكن قد يجلس بعضهم بعد العصر إلى العشاء. ما يحدث هذا؟ يحدث ممكن، هذا متيسر. الإنسان صلى صلاة العصر ثم جلس في المسجد إلى أن صلى العشاء. طيب، انتظاره الصلاة معناه أن يمكث داخل المسجد ولا يخرج؟ ها؟ معناه يجلس في المسجد، ينتظر الصلاة في المسجد، أليس كذلك؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد. طيب، إذا أراد يخرج لقضاء حاجة أو لتجديد وضوء، هل يفوته هذا الثواب؟ لا، الظاهر لا يفوته. ليش؟ لأن هذا مما لا بد منه، هذا من لوازم طهارته ومن لوازم أدائه الصلاة المفروضة. وعسى أن يجمع بين الأمرين، يكون يعني الوضوء على المكاره، فإن خروجه من المسجد أمر لا تحبه نفسه، هكذا المؤمن. لأن إيش يبغى يحرز؟ يحرز انتظار الصلاة بعد الصلاة، لكنه مضطر إلى الخروج لما لا بد منه، مما يغشى الناس من قضاء حوائجهم يعني، ويعني الاستنجاء وغير ذلك، مما يعني أحيانا يضطر الإنسان أحيانا إلى الخروج. فالظاهر أن خروجه لتجديد وضوئه أو لقضاء حاجته ثم رجوع مرة أخرى، هذا لا يخرجه عن فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة. فلا يلزم أن يقصر نفسه داخل المسجد، وهو الأصل، الأصل في الانتظار أن يكون داخل المسجد، لكن أن يخرج لقضاء لتجديد وضوء نتيجة يعني حاجته إلى ما يحتاج إليه الناس، هذا لا يخرجه عن هذا الفضل، هذا الظاهر، لأنه منتظر للصلاة. طيب، انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا يدل على أن انتظاره في المسجد لأي شيء؟ لأجل الصلاة الثانية قصدا ونية، هذا هو قصده، لما جلس في المسجد جلس لأجل هذه النية، ينتظر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الثانية فيصليها. هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هل يمكن أن يجلس الإنسان منتظرا الصلاة الأخرى لغير هذه النية؟ يمكن. كيف يمكن؟ كأن لا يجد مكانا يذهب إليه، ماشى عند مكان آخر، فهو مضطر يعني ينتظر حد يتصل به وإنك نذهب إلى المكان الفلاني، لكن لما لم يجد مكانا جلس. طيب، هذا له الفضل؟ نعم له فضل، هذا انتظر، ظاهره انتظر الصلاة بعد الصلاة، لكن نيته من الذي يعلمها؟ يعلمها رب العالمين، المسلمون. ونحن ماذا علينا؟ علينا الحكم بالظاهر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ننوي أن يكون مكثنا انتظارا للصلاة بعد الصلاة التي صليناها، هكذا ينبغي، ليس لأننا لم نجد مكانا نذهب إليه أو لأن المكان في المسجد بارد جميل فيرتاح في هذا المكان البارد الجميل، هذه نية غير جيدة. هو في بيت الله، نعم هو في بيت الله وله الكرامة وله يعني الأجر والثواب، لكن ليس الأجر الذي ينعقد، الذي يعني كصاحبه الذي انعقدت نيته أن جالس لأي شيء ينتظر الصلاة الثانية. لو كان عنده مشاغل ولا عنده شيء من الأمور يؤخرها، ولا يريد يحب نفسه أن يخرج، ولا لديه كذا أو لديه بعض الأمور، لكنه يوثر مرضاة ربه وانتظار الصلاة الثانية على هوى نفسه في الخروج إلى المكان الفلاني أو زيارة الشخص العلاني. زين، ما شي فرق بين الأمرين أو بين الشخصين؟ فرق بينهما، فرق. هذا انتظار الصلاة
بعد الصلاة، فهو انتظار لأجل الصلاة القادمة بعد الصلاة التي صلاها. طيب، في فترة انتظاره لو نوى أنه ينتظر الصلاة لكنه تحدث بحديث لا ينبغي، نيته في انتظار الصلاة طيبة لكنه يحاسب بقدر ما يكون منه من خلل، والعكس، ولو كان في انتظاره يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي النوافل فهذا زيادة له في الأجر. فذلكم الرباط يترتب على أي شيء؟ على الانتظار فقط، انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا منطوق النص، هذا منطوق الحديث. الحديث يقول: من جلس ينتظر الصلاة القادمة بعد الصلاة التي صلاها فهو كالمرابط في سبيل الله كما سيأتي، فذلكم الرباط سأبينه إن شاء الله تعالى. فإذا كان يقرأ القرآن ويستغفر الله ويذكر ربه سبحانه وتعالى، وهذا الذي يعني بنيت المساجد لأجله، هذا في خير عميم، وهو في زيادة فضل من الله، وله بقدر العمل أجر زيادة على هذا بقدر العمل الذي يعمله. مثلا لو كان يقرأ القرآن له بكل حرف كم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها عشر، يقول: ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا زيادة عن إيش؟ عن كونه مرابطا في انتظار الصلاة بعد الصلاة. شوفوا كيف فضل الله سبحانه وتعالى، فضله سبحانه وتعالى عظيم. طيب، الذي يعني ينبغي للمسلم عندما ينتظر الصلاة بعد الصلاة لا يشتغل بحديث الدنيا والسؤال عن فلان أو عن التجارة الفلانية أو عن يعني العمل الفلاني أو عن الرحلة الفلانية أو عن فلان وعلان، لأن هذا يفضي إلى أي شيء؟ يفضي إلى الغيبة والنميمة ويفضي إلى ما لا تحكم عقباه. عليه أن يستغفر ربه وأن يمكث في المسجد يقرأ القرآن. ومن واقع التجربة أن الإنسان إذا فتح حديثاً مع ناس، مع إنسان، يصعب الاهتمام من هذه الأمور، خاصة مع تكاثر الجهل الآن، فشو الجهل في الناس هكذا، الناس لا يعجبهم إذا لم تسايرهم في الحديث، لا يعجبهم ولا يعلمون إيش المراد. أنت لا يعني لا تعرض عن أخيك زهدا فيه وعدم الرغبة في الحديث معه، لا، أنت ترغب في الحديث معه وأنت بشر مثلك مثل غيرك، لكن ينبغي لك أن تؤثر مرضات ربك. هذا وقت أنت اقتطعت لأجل الله، تريد أن تستغله في إيش؟ في مرضات الله، في طاعة الله. خاصة المساجد، لما تدخل المسجد تذكر، تسبح، يعني تقرأ القرآن، تستغفر الله سبحانه وتعالى، هذا الذي بنيت لأجله المساجد. إذا خرجت شأنك مع أخيك في الحديث بالمعروف، الحديث بالمعروف، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم عقب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ثلاث مرات عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعض الروايات مرتين وبعض الروايات مرة، لكن رواية الإمام الربيع كم؟ ثلاث مرات. أول إيش؟ أول شيء، ما معنى الرباط؟ الرباط، ما تعرف الرباط؟ لما تربط شيء، ما يسموه رباط؟ تربطه لأجل إيه؟ لأجل إيش؟ لأجل أن يسقط. لما تربط يعني كيس، ولا تربط شيء، ولا تربط يعني حاجة من الحاجات حتى ما تسقط، تربطها ربط زين، أليس كذلك؟ هذا من نفس المعنى، فذلكم الرباط. أصل الرباط مأخوذ من ربط الخيل، ربط الخيل استعداداً لأي شيء؟ للمعركة، للمعركة، ما بس الجهاد، لا، المعركة قادمة، أنت في جهاد، يعني المرابط في جهاد، لكنه رابط خيل مستعد لإيش؟ لهجوم الأعداء، جاهز يعني مستعد، هذا أصل الرباط. ولذلك الله تعالى يقول: ورابطوا، يعني هم يربطون خيلهم وأنتم تربطون خيلكم، تستعدون. في ذلك الوقت كانت الخيل هي الوسيلة، يعني الآن يعني حشد القوات مختلف، يعني هذا معناه زين. هذه المرابطة أصلها هكذا أصلها. ولذلك الرباط من أفضل وأعظم الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى.
الحديث ورد فيه فذلكم الرباط وصفا لأي شيء؟ لمن كان يربط الخيل في سبيل الله. هذا الحديث الذي ورد لما قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، ما الذي يعني عليه أفضل الصلاة والسلام؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة. سماه عليه أفضل الصلاة والسلام إيش؟ سماه رباطا، كأنكم رابط يعني في وجه العدو على ثغر من ثغور الإسلام ترابط، يعني استعدادا لأي شيء؟ لصد هجمة العدو. الحقيقة هذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ثلاث مرات، وحمل بعضهم عليه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قالوا المقصود المرابطة هذه في العبادة وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، والظاهر أن المرابطة تكون في الجهاد في القتال في سبيل الله، هذا الذي حملها عليه أكثر أهل العلم، لكنها عامة، المرابطة تكون عامة. كيف تكون عامة؟ لأن الذي يرابط في سبيل الله ويجاهد من؟ يجاهد عدو من أعداء الله وهم الكفار الظالمون، أليس كذلك؟ زين. وهنا من الذي يجاهده؟ يجاهد عدة أعداء ما عدو واحد. يجاهد أولاً الشيطان الذي هو للإنسان إيش؟ عدو مبين، هو عدو مبين، لأن الشيطان يحرص على أن لا يكون مسلم هكذا، يحرص على أن لا يكون بهذه المثابة، فإذا جلس في المسجد انتظراً للصلاة فهذا مرابط في وجه العدو، في وجه الشيطان العدو الأول، ثم عدوه نفسه التي بين جنبيه التي تأمره إيش؟ تأمره بالهوى، اتباع الهوى أن يخرج. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس أمارة بالسوء، النفس تحب الخروج وتحب الحديث وتحب كذا، فربطها على هذا معناه إرغامها على شيء غير محبب، إلا قلة من الناس بعد أن يعني يكثرون من هذا يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم محبة هذا المكثر، فيكونون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن هذا يأتي من أول الأمر ولا يأتي بعد مجاهدة؟ يأتي بعد مجاهدة، بعد يعني تعود، حتى الإنسان يعني لا تلقى قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، هذا أحد السبعة، لكن يأتي بعد تعود، فيحبه من قلبه، يحب هذا الأمر من قلبه، تلقاه هكذا محبته هكذا، ما يحب يخرج، ما يحب الأماكن الأخرى، يحب المكث في المسجد، حبب إليه هذا وقذف في قلبه حب هذا، حتى بلغ ببعض الصالحين أنه أحس بأسباب الوفاة، فقام يعني سبحان الله يقبل يعني نعم زوايا المسجد ويودعه، هذا من أي شيء؟ من محبته، من محبته، وهذا فضل من الله، هذا فضل من الله الذي ينعم الله تعالى عليه بالهداية ويزيده هدى يكون هكذا، هذا من فضل الله تعالى، ثم توفي بعد ذلك، هذا يعني ما يروى عنه، يعني من شدة محبته للمسجد، هو لا يحب الجدران ويحب البناء، هو يحب ما يحبه الله، يحب ما يقربه إلى الله، يعني هذا ظاهره أن أفضل مكان عنده وأفضل شيء عنده في الدنيا إيش؟ المسجد، ولذلك حزين عليه إلى درجة بكائه عليه، يعني مفارقته، حزين على مفارقة الدنيا لأجل مفارقته هذا المسجد. هذا نموذج من الناس، هذا بشر من الناس، هذا واحد أحد بني آدم، وهذا ما واحد، يعني هذه نماذج، فهذه يعني الدرجة، وهذا الحال ما يأتي هكذا، يأتي بعد إيش؟ بعد مجاهدة وبعد دعاء وبعد استمرار، ثم بعد ذلك تطمئن نفس الإنسان وتلقاها إيش؟ تسكن إلى ما يحبه الله ورسوله وانتظار. قال فذلكم الرباط، إذن المرابط
يعني سماه الرسول صلى الله عليه وسلم مرابطا، وهو الذي يعني ينتظر الصلاة، يجلس في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، لأنه يكون مخالفا للشيطان، ويكون مخالفا لهواه، ويكون مخالفا لأتباع الشيطان، لأن الشيطان له أتباع، شياطين والإنس والجن، هكذا يدعون الإنسان هكذا، وقد يكون يعني يسوقهم الشيطان بهاتف أو بكذا أو حتى يخرج هذا المؤمن الذي جالس في هذا المسجد، تلقاه يستوي لأي حدث من الأحداث حتى إيش يخرج من هذا المسجد. فذلكم الرباط. الحقيقة قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، المصابرة يعني معناه أن يوجد من الأعداء من يصبر، فأنت تصابره حتى يكون صبرك، يكون صبرك أقوى من صبره، فإذا كان الأمر كذلك انتصرت عليه، لأنما الحرب صبر ساعة، صبر ساعة، الصبر فيه خير عظيم، ولذلك الله تعالى يقول وبشر الصابرين. والإنسان لا بد أن يصبر، الحياة هذه مبناها على الصبر، إن لم يتعود الإنسان على الصبر فاته خير كثير، وقد يعني يفضي به الأمر إلى الهلاك والعياذ بالله تعالى. ثم قال ورابطوا، المرابطة كما قلت لكم الأصل فيها هذا الذي هو المرابطة في سبيل الله، لكن الحقيقة هي عامة، والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال الزمخشري والذين جاهدوا فينا وردت عامة، يعني جاهدوا من فينا؟ أي جاهدوا في الله سبحانه وتعالى، أي لأجل الله، جاهدوا مخلصين لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن أحيانا يكون الجهاد لأجل انتصار، لأجل حب الغلبة، لأجل مثلا الظهور، لأجل وصف الشجاعة، ليس كذلك؟ ليست هذه قصود؟ هذه قصود قد تقذف في قلوب الناس، لكن هذا الذي يجاهد إيش فينا، والذين جاهدوا فينا، جاهدوا من؟ عام، جاهدوا الكفار، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا الشيطان، جاهدوا الهوى، جاهدوا يعني أتباع الشيطان، ولذلك هذه عامة، لآية عامة، فتشمل يعني يدخل فيها المرابطة، تدخل فيها هذه الأمر وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة، يدخل في هذا الباب من المرابطة بنص القرآن الكريم، لأن هذا مجاهد ولا ما مجاهد؟ مجاهد، لابد من أن يجاهد، يجلس يصبر، والله تعالى أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول الذي يقول عليه أفضل الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذا عجيب، عجيب أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخطاب من رب العالمين، حتى يروى أنه قال الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني بالصبر معه، يعني يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصبر مع هؤلاء النفر، وهذا باب آخر ليس هذا محل بسطه مثل ما قال. زين، واضح هذا الحديث؟ شيء في استفسار ولا سؤال في هذا الباب؟ فذلكم الرباط. طيب، نأتي إلى الحديث الآخر من فضائل الوضوء، من الأحاديث التي تحدثت عن فضائل الوضوء، وهو ما يرويه الإمام جابر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت خطاياه التي نظر إليها بعينه آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه التي بطشها بهما كذلك، ثم كذلك حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا فضل عظيم، أليس كذلك؟ حقيقة، يعني الآن هذا الوضوء معناه بيخرج من وضوئه نقيا من الذنوب، هذا فضيلة لهذا الوضوء، فضيلة عظيمة. ولذلك أيها الإخوة، الوضوء عبادة عظيمة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها،
لو استطاع الإنسان أن يدوم على الوضوء فليفعل. قال أنا يعني كثيراً مثلاً بطني ويخرج منه كذا ويخرج الريح، لا بأس عليك توضأ، فإذا خرج منك فقد أديت ما عليك. واظب على هذا، بعد فترة سترى أن ما يخرج شيء، وترى الله تعالى وفقك فأدمت الوضوء وأصبحت على وضوء. حرص على أن تكون على وضوء. طيب، هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم، توضأ الوضوء العام أيضا، وضوءا للصلاة أو غيره، للصلاة أو غيره، رفعا للحدث، خرجت خطايا وجهه التي نظر إليها بعين آخر قطر الماء. وفي رواية عمرو بن عنبسة: خرجت خطايا وجهه، ما شيء نظر إليها بعينه. يعني معناه إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، وخص الخطيئة التي نظر إليها الإنسان بعينه. أحياناً الإنسان معصوم، ما معصوم، ليس بمعصوم الإنسان، قد يكون ينظر ويرى شيء مما لا يحل له. والنظر إلى ما لا يحل ليس بس إلى النساء كما يظن البعض، النساء عورة والنظر إلى مفات النساء محرم لا شك، لكن النظر مثلا إلى حرمات الآخرين كأن ينظر إلى بيوت الناس يجد بابا مفتوحا أو كذا فنظر إليه يتفقد، هذا مما لا يجوز لا يصح. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، ينبغي للإنسان أن لا ينظر إلى أفنية الناس وإلى بيوتهم، لا ينبغي له، ينبغي له أن يغض بصره، يستأذن لأجل هذا الأمر إلى ما وراء هذا يعني يسموه الحوش أو الجدار الذي أغلق الباب عليه. وفي ذلك حديث سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، خرجت خطايا وجهه التي نظر إليها بعين آخر قطر الماء. قالوا: لماذا خص العين؟ بعض أهل الحديث يقول لأن العين أسرع، النظر هكذا أسرع، تسبق الإنسان تسبق، نعم. لكن الحقيقة أبرز ما في الوجه إيش؟ العين التي ينظر إليها هكذا، يعني أكثر ما ينظر الإنسان ينظر بعينه، وقد ينطق بلسانه كذلك. فهذه يعني عسى أن يكون ممن أو مما يدخل في الحديث، ما بس مقصور على نظر العين، فعسى أن يطهر الوضوء خطاياه التي تحدثها بلسانه، أو ما شمه مما لا يجوز له، أو ما طعمه مما لا يجوز له، ذاقه مما لا يحل، هذه كلها قد يدخل فيها ما لا يجوز. أولاً الحديث ابتدأ بأي شيء؟ لما قال فإذا غسل وجهه، غسل الوجه من المندوبات ولا من المفروضات؟ ولا من المفروضات. الملاحظ أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على المفروضات، قال فغسل وجهه ثم غسل يديه وهكذا حتى يخرج نقيا من الذنوب، لأن يوجد غسل اليدين ثم بعد ذلك المضمضة والاستنشاق، لكن الحديث بدأ بأي شيء؟ بغسل الوجه. فالظاهر أن هذا الفضل مقصور على مفروضات الوضوء، هذا ظاهر إيش؟ ظاهر الحديث، وهو فضل عظيم. مفروضات الحديث، مفروضات الوضوء التي نصت عليها الآية الكريمة آية الوضوء، وأنتم تعلمونها، ولذلك ابتدأ الحديث بها، ابتدأ فغسل وجهه. طيب، قال صلى الله عليه وسلم خرجت خطاياه التي نظر إليها بعين آخر قطر الماء، ما قال عند قطر الماء أو مع الماء، قال آخر قطر الماء. لأي شيء؟ قالوا لأن لآخر آخر شيء يدل على تمامه، يعني الآن غسل وجهه، متى يكتمل غسل الوجه؟ عند 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 يغسل ثلاثا، فتقطر عاد آخر شيء، آخر قطر الماء من وجهه، فتكون تلك كاملة. وهذا يدلنا على أن الثواب إنما يكون عند تمام العمل وليس عند ابتدائه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذا الفضل العظيم
إنما يكون عند تمام العمل. وقوله صلى الله عليه وسلم عند آخر قطر الماء يعني نظر إليه بعين عند معناه كل فريضة من فرائض الوضوء، ثم هكذا حتى يخرج نقيا من الذنوب، معناها آخرها إيش؟ آخر أفعال الوضوء غسل الرجلين، غسل الرجلين، فيكون تكون الخطايا الرجلين مغفورة عند الفراغ من غسلهما كذلك، لأن هذه خطايا قد يقترف الإنسان فيما مشى يمشي لا معصية، قد يفعل بيده معصية كما قال بطشها بهما، فاعتدى بهما بطشها بهما، يعني سواء باعتدائه على الآخرين أو بأخذهما للآخرين أو بإعانته لظالم أو غير ذلك. طيب، واضح هذا؟ طيب، هذا الحديث الوارد في هذا الفضل إنما يكون للوضوء التام، لذلك قال آخر قطر الماء. كيف الوضوء التام؟ يعني الوضوء إذا لم يسبقه استنجاء هل يكون له هذا الفضل؟ يكون له؟ لماذا لا تجيبون؟ إنسان ما استنجى، قضى حاجة بول جاي يتوضأ، ما غسل البول، لا يصح، لا بد أن يرفع، يغسل الأذى، يغسل الأذى عن نفسه، يغسل السبيلين البول والغائط واستنجي، فإذا استنجى قال الوضوء، أليس كذلك؟ إذن هذا يعني هكذا، فإذا توضأ بهذه المثابة بعد ذلك يكون وضوءه تاماً ويكون مترتباً عليه هذا الفضل. زين؟ واضح؟ هكذا. طيب، الحقيقة أنا ذكرت لكم في الحديث السابق عند حديثي على قوله صلى الله عن قوله صلى الله عليه وسلم ونقاشنا نحن وإياكم، يمحو ما ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا، وهنا قوله صلى الله عليه وسلم خرجت خطاياه التي نظر إليها بعينه آخر قطر الماء، وقلت لكم إن المقصود بالخطايا الأصل فيه العموم، ولكن قيدت ذلك بقوله سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين، وأكثر أهل العلم على أن الإصرار على أن الكبيرة غير مقصودة، الكبيرة لا تمحى، ومقصودهم بالكبيرة التي لم يتب منها صاحبها، هذا مقصودهم بالكبيرة، أما التائب من الكبيرة الظل على كاهله لا تغفر له، لا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكذلك المصر على الصغيرة، لنفترض أن أمر صغيرة من صغائر الذنوب لكن هذا مصر عليها، قالوا لا كبيرة مع توبة واستغفار ولا صغيرة مع إيش؟ مع إصرار، فالصغير يصير كبيرا مع الإصرار عليه، لأن المعول على قصد معصية الله وقصد مخالفة أمر الله، إذن ما شاء إشكال في الحديث، الحديث يدل على أنه إذا كان الإنسان مستأهلاً لطاعة ربه من المهتدين يحدث له هذا الفضل، ما تقدم منه من صغائر وكبائر يمحوها الله، كيف يمحوها؟ هذه إحدى الخصال الخلال التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مما تمحو تلك الذنوب، لأن الإنسان ما يفعله في حياته فإنه يسجل عليه، أليس كذلك؟ الإنسان يوم القيامة يؤتى بكتاب، يعطى إما أن يأخذ كتابه بيمينه أو والعياذ بالله بشماله، طيب هذا الكتاب فيه أعماله التي اقترفها، الأعمال إذا كانت من السيئات فإنه إن تاب منها قبل قدومه إلى ربه فإنه تقبل توبته، لكن تبقى درجته مختلفة عن درجة الناس الآخرين، الله تعالى قبل التوبة، لكن لا بد من إيش؟ لا بد من العمل، ما فائدة العمل؟ العمل يرفع الله تعالى به الدرجات ويمحو الله تعالى به
السيئات، هذا المقصود. المقصود أن الإنسان إذا تقدم منه معصية فإما أن يكون مصراً عليها، فهذا لا فائدة، يعني لا بد أن يتوب ويرجع. هل يستفيد؟ نعم الناس يستفيد، الله تعالى حكم عدل، يعني المنافقون والكفار والعاصون ليسوا على درجة واحدة في النار، فالنار دركات، والله تعالى يقول إن المنافقين كيف حفظت كتاب الله كذاك، إن المنافقين هكذا الآية في الدرك الأسفل من النار، يعني شيء هناك أسفل وشيء ما هو أعلى منه، والجنة إيش درجات. ولذلك الحديث السابق ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قال أولئك لهم الدرجات العلى. بأي شيء؟ قال بمثل هذه الأعمال التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا توقيف نبوي ونص نبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أنكم تريدون محو الخطايا ورفع الدرجات، عليكم بإسباغ الوضوء على المكاره، وعليكم بكثرة الخطى إلى المساجد، وعليكم بإيش؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا يفعل لكم أمرين: يمحو خطاياكم، يمحوها، ويرفع درجاتكم. وكذلك الوضوء، الوضوء في هذا الحديث الذي تلوته آنفا، حديث أبي هريرة أن إذا توضأ عبد المسلم خرجت خطاياه، يعني التي نظر فغسل وجهه، هذا يدل على أن الوضوء بنفسه فيه تكفير للسيئات وغفران لتلك الذنوب، يعني تكفير لها، يمحوها الله تعالى حتى يخرج نقيا من الذنوب. واربطوا بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم عندما سألوه كيف تعرف من يأتي بعدك يا رسول الله، قال أرأيتم لو أن لرجل خيل دهم بهم في خيل إيش؟ أو خيل غر محجلة في خيل دهم من بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنهم يأتون يوم القيامة إيش؟ غرا محجلين. إيش غرا؟ يعني فيهم بياض في وجوههم. محجلين يعني في تحجيل الوضوء، تلقاه هكذا الوضوء إلى أن يبلغ التحجيل، يبلغ إلى ما بلغ الوضوء، نور. هذا كما قال الله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أولئك المؤمنون يوم القيامة من أمة. والظاهر أن هذا مما اختص الله تعالى به إيش؟ أمة الإسلام. أمة الإسلام يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من بين الأمم بهذا الأمر، وهو أنهم يأتون عليهم غرة، وجوههم تشع نورا، وأيديهم وأرجلهم التي كانوا يتوضؤون ظهر أثرها يوم القيامة. فيناديهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا هلم ألا هلم، أي يناديهم عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الحوض، إلى حوضه، ليشربوا من حوضه عليه أفضل الصلاة والسلام. زين، فهذا الحديث هذا الأخير أن خرجت خطاياه، فإذا أدمن الإنسان على الوضوء، دائم الوضوء، يتوضأ للفرائض، يتوضأ للنوافل، يتوضأ إذا قام، يتوضأ إذا خرج من بيته، يتوضأ إذا ذهب إلى سفر، يتوضأ إذا خرج الصباح استنجى وكذا وتوضأ، هذا إذا أدمن يثمر هذا الوضوء نورا في وجهه. وقد يظهر في الدنيا، قد يظهر على بعض الناس في وجوههم تكون لهم غرة، والغرة ليس السواد الذي يفعله بعض الناس ويظنه بعض الناس، يعني فيتعمدون حصوله، لا، الغرة شيء يكون للمؤمن الذي يشع، يعني يثبت الإيمان في قلبه ويعمل بعمله فتراه مشرق الوجه. وبعض الناس يرى الغرة في وجوه الآخرين، يميز، يرى بعض الناس يراها الغرة، قد لا يتحدث كثير من الناس لكن تظهر عليه أثر الوضوء. والحقيقة أنتم إذا تفقدتم وجوه الناس خاصة الصائمين عند الصيام، ألا تجدونها مختلفة عما كانوا عليه قبل الصيام؟ خاصة وقت العصر، شوف وجوه الصائمين تلقاها تختلف، فيها يعني شيء من صبيح الوجه، تلقى الإنسان صبيح الوجه، هذا من آثار الوضوء، من آثار الطاعة. فهذه الغرة والتحجيل
مختصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من آثار وضوئهم الذي يعني يدمنون عليه في حياتهم الدنيا. ويروى عن بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل إلى أن يصل إلى نصف عضده. فإذا لما قيل له قال أريد أن تعظم غرتي يوم القيامة، فإن الغرة تكون على قدر ما يكون الوضوء يوم القيامة. والحقيقة أن هذا الحديث يدل على أن المعاصي لها آثار تغشى الوجوه. والدليل عليه إيش؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت خطاياه أو خطاياه التي نظر إليها، خطايا وجهه التي نظر إليها بعين آخر قطر الماء، وإذا يعني غسل يديه خرجت خطاياه التي بطشها بهما. كذلك معناه أن هذه المعاصي التي يكتسبها الإنسان لها آثار على جوارح الإنسان قد لا يراها الإنسان يعني لا يراها، نحن لا نراها الآن، لكن هي موجودة بدليل الحديث، وهي آثار معنوية روحية. ولذلك الإنسان المتوضي يختلف عن غيره، فهو روحياً أقوى عن غيره، وهو حصين عن كثير من همزات الشياطين، وهو على هدى ويكون في خير عميم ما دام محافظاً على وضوئه. فإذا أكثر من الوضوء جنبه الله تعالى كثيراً من هذه الأمور التي قد لا يدركها الإنسان. واضح؟ هذا يعني يؤخذ من الحديث خرجت خطايا وجهه، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهها بالأوساخ والأدران التي يغسلها الإنسان من جسده أو من ثوبه. الإنسان إذا كانت نجاسة أو شيء من الأوساخ أصاب بدنه غسله ذهب، شاف يرى بعين أنه ذهب، وكذلك يعني الثوب. لكن الوجه الذي يغسله الإنسان في وضوئه لا، قد لا يظهر عليه شيء. لما تتوضى شيء أوساخ في وجهك؟ لا، لكن الحقيقة هذه تذهب أدران الآثام والذنوب، فيكون وجهك منوراً وتخرج خطاياه. فإذا فرغت من وضوئك خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. وهذا قلت كما قلت لكم من الوضوء إلى الوضوء، ومع اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، فإن الله تعالى يغفر للإنسان ما قد يفو وقد يقع فيه، فالإنسان غير مبرأ من العيوب، ويغفر له ما تقدم مما اقترفه في حال جهله وفي حال غفلته. فبعد أن تاب ورجع إلى الله فعليه أن يسارع إلى مرضاة الله تعالى، والمسارعة يعني في كسب الثواب ومحو الذنوب التي هي سبب للعقاب، هذا بيانها في مثل هذه النصوص التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتمون وضوءهم، وممن تخرج ذنوبهم عندما يتوضؤون قاصدين وجه الله سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، والخلاص في الدنيا والآخرة، يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.